مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم مجددا لنناقش الشأن المصري العام مع إحدى الشخصيات المصرية التي لم يكن لعملها كثير أو هامش كبير من الحرية قبل ثورة 25 من يناير الماضي. هذه الثورة ترتبت عليها أوضاع أتاحت للكثيرين العمل بحرية أوسع أو بهامش حرية أوسع عما كانت عليه الأمور من قبل. شخصية اليوم التي نناقش معها الشأن العام المصري الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامية ومؤسس مؤسسة صناع الحياة للتنمية. مرحبا بك دكتور عمرو. أهلا بك. أهلا بك. هل أنا محق في هذا التوصيف؟ هل كان عملك قبل ثورة 25 من يناير يحظى أو يتاح أو يتمتع بهامش الحرية الذي يمكن أن تكون متمتعا به الآن؟ لا، أنا أعتقد أن طبعا الدنيا تغيرت بالنسبة لواحد زي تغير شديد. أنا من حوالي من سنة 1999 تقدر تقول إن أنا بقى أحارب بطرق سوفت، يعني بطرق ما فيهاش اعتقال، ما فيهاش إيذاء واضح، لكن فيها قتل بطيء أو فيها وأد بطيء، تتمثل في المنع المستمر، في التحجيم المستمر. فاضطررت إن أنا طبعا كما يعلم الجميع إن أنا أسيب البلد لمدة 3 سنوات من 2002 ل 2005. المشروعات كانت بيتعامل معايا بفكرة دعه يمشي في طريق طويل حتى يبذل الجهد ثم أوقفه في النهاية، لا توقفه من البداية حتى يعني ده طبعا كان شيء قاسي. الإحباط أكبر مثلا؟ طبعا إحباط أكتر ووقت أكتر. تبص تلاقي نفسك اشتغلت سنة وفي الآخر واقف، وتبص تلاقي إن مشروعك بعد ما تبلور واشتغل هو باسم آخر موجود في مكان آخر. طب أنت كنت تفضل الصمت خلال هذه الفترة التي أبعدت فيها عن مصر أو بعدت بإيراداتك عن مصر؟ كنت تفضل الصمت وعدم الرد على الأسئلة الخاصة بلماذا أنا لست موجودا بين أهلي وأحبائي ومريدي في مصر؟ هل زالت هذه الموانع الآن؟ هل تستطيع أن تقول لنا من الذي أقصاك؟ هل هناك علاقة بالسيد علاء مبارك نجل الرئيس السابق في مصر؟ هل هناك علاقة بتدين زوجة السيد علاء مبارك تحديدا ومحبتها استماع دروسك؟ لا، كل هذه الأشياء طبعا قيلت. يعني لا أعتقد أن النقطة الأخيرة اللي أنت ذكرتها هي النقطة الحقيقية. قد تكون حدثت، أنا ما كانش لديك علم أو لم لا. يكن لي أي علاقة مباشرة بالعائلة، لكن علمت أن هم كانوا بيحضروا في لقاءاتي بشكل غير مباشر أو غير معروف، لكن ما كانتش هي دي النقطة. النقطة الحقيقية اللي أدت إلى المنع كانت نقطتين: الشعبية وتحويل الجهود الشبابية إلى جهود تنموية تؤدي إلى إيجابية قد تؤدي إلى حرصهم على حقوقهم في المستقبل. يعني أنا بدعي أستاذ محمود إن أنا كنت بأمارس عمل سياسي دون أن أتكلم في السياسة، لأن لا ديمقراطية. وأنت تنفي أنك تمارس عمل سياسي؟ أحيانا كنت بقول أنا أمارس عمل سياسي بطريقتي، لا تطلبوا مني الممارسة الحزبية والانتخابات، دي مش شغلتي، إنما أنا شغلتي بضع قوائم اسمها مفيش ديمقراطية في الهوى، ديمقراطية لها قوائم. أنا بشارك في إيجاد مجتمع مدني، وده الحقيقة اللي أنا كنت بعمله، إيجابي. وقيل لي على فكرة، وهذا كان مفهوم من الطرف الآخر، أنا قيل لي مرة أستاذ محمود بمنتهى الوضوح، بقول لهم أنتوا ليه، لماذا هذا المنع؟ قيل لي يا فلان هناك ملايين تنفق ليبقى النائمون نائمون، تريد أن توقظهم ببلاش؟ أنا أحكي لك كلمات، يعني أنا أذكر في حوار دار بيني وبينك في رمضان الماضي طبعا، وأنا أنا سألتك مباشرة لماذا لا تطرق هذه المجالات في عملك؟ قلت إنني اخترت هذه المجالات وارتضيتها لنفسي، ولا ألوم على الذين ينازلون أو يصارعون ويقارعون الساسة في ميدان السياسة. لكن أذكر إن أنا قلت لك أيضا أستاذ محمود إن أنا أمارس عمل سياسي بس بطريقتي وباختياري وبالشكل الذي أريده، والشكل الذي أريده هو كان تفعيل المجتمع المدني. ده اللي أنا كنت بقوم بيه بما أراه أنه هو جزء من التفعيل السياسي الصفت اللي ما يؤديش إلى صدام يؤذيني أكتر مما أنا مؤذى. هروح فين؟ يعني ما أنا طلعت برة وشباب صناع الحياة والأعمال التنموية في كل مصر محاربة والشباب محجم، طب فاضل إيه؟ القضية مش قضية اعتقال، قضية أن أنت عندك مركب تريد أن تحققها وتحركها، والآخر يمنع أي إمكانية لتفعيل هذا المجتمع المدني لأنه يرى أن الإيجابية مضرة. مش العمل السياسي مضر، إيجابية الشباب مضرة. فأنا كانت إشكاليتي الحقيقية التي أدت إلى مشكلتي هذا يحرك الشعبية، نقطة رقم واحد. والنقطة الثانية، هذا يحرك الشباب بشكل إيجابي فعال، مش مجرد كلام نظري، هو عملي جدا. وقيل لي عمليتك مضيعك. هل تستغل هذه العملية، هذه الشعبية في الفترة الراهنة في أعمال من قبيل نزع فتيل الاحتقان الطائفي على سبيل المثال؟ طبعا. أنا علمت أنك قادم الآن من قرية صول، مركز أطفيح، نعم، محافظة حلوان جنوب القاهرة، التي شهدت أحداثا
طائفية خلال الأيام الماضية، ماذا حدث في هذه الزيارة أولا؟ أنا اتصل بي بالأمس اللواء حسن الرويني، يعني القائد العام للمنطقة المركزية، قال لي نريد دور فعال منك في القوات المسلحة في نعم في القوات المسلحة. آسف في الجيش المصري، هو رئيس المنطقة المركزية. قلت له أنا يشرفني وأنا حريص أن أنا أروح، أنا كده كده لازم كنت هروح. ذهبت النهاردة صلاة الجمعة، كان معايا مجموعة من الشباب، كان معايا قابلت الشباب المسلم هناك وادوني مطالبهم في ورقة، قابلت الشباب المسيحي هناك وسمعت من الطرفين، كان معايا اللواء عادل القرشي من القوات المسلحة والمسؤول عن القضية هناك، بالأمس كان موجود الشيخ محمد حسان موجود في أطفيح، الشيخ صفوت حجازي والشيخ صفوت حجازي، وعملوا جهد رائع في التقريب بين وجهات النظر بين الشباب السلفي ومحاولة التفاهم معهم. أمس الأول أو أمس الأول الأربعة. وطلعوا بنتائج رائعة. إنما أنا رحت النهاردة لهدف تاني خالص، أنا رحت للناس لأهل صوت مسلمين ومسيحيين. الأول خطبت الجمعة، وبعدين في ساحة كبيرة أمام مسجد علي بن أبي طالب في صول اجتمعنا مسلمين ومسيحيين حوالي 5000 واحد، منهم 500 من المسيحيين، وده كان رقم كبير. واللطيف ان كله كان موجود مع بعضه في مكان واحد، مش في حالة انعزال، كله قاعد مع بعضه. وجبنا الميكروفونات، كانت الصحافة العالمية موجودة، CNN والجزيرة، انتم كنتوا موجودين وناس كتيرة. وبدأت اقول لهم تعالوا نوصل لعهد، تعالوا نوصل لما يشبه اتفاق، هنرفع ايدينا ونجمع ايدينا، مين يعاهد لن يقبل بفتنة تحدث في صول؟ الجيش هيمشي والدعاء هيمشي وأنا همشي والشرطة هتمشي وسيبقى أهل صول. مصر الآن في مفارق طرق، إما نهضة أو فوضى، والاختيار هيبدأ من صول، لأن ما ستختارونه هينعكس، هيبقى نموذج هيتكرر في بقية مصر. فماذا تختاروا أهل صول مسلمين ومسيحيين؟ وأدينا الشيخ حسان بيقوم بدور مع الشباب ويوعيهم ونجح نجاح كبير. لكن انا بتكلم معاكم انتوا، معاكم يا ناس، انتوا مستعدين لايه؟ فتم العهد. لنقل ان هذا الجهد متمم لذاك الجهد، هو في الاخر جهدين بيتمموا. والحقيقه القوات المسلحه كانت تدير الامرين او تريد ان يتحرك الامرين. انا اول مره استاذ محمود اكون في لقاء جماهيري في مسلمين ومسيحيين بهذا العدد الضخم ويبكي الجميع. ويبكي الجميع دي مش نقطة عشان أنا قلت كلام مؤثر، عشان كان هناك عاطفة تجاه البلد، إن هم أدركوا ستكون فوضى، وولادك وولادي هيخسروا، وأمي وأمك، وعرضي وعرضك. فكانت النتيجة استعداد، لأ مش عايزين ده. طب إيه الخطوة العملية؟ جوه بيتكو لو لقيت ابنك بيتكلم في تحريض على فتنة أنت اللي هتوقفه، في القهوة لو لقيت الناس في القهوة بيتكلموا على تحريض على يعني كان الهدف من اللقاء تعبئة أهل صول ليكونوا درع يواجه تحريض على الفتنة. يعني حتى لو كانت هناك رؤوس فتنة لن تجد التربة الخصبة التي تزرع فيها بذرتها النتنة أو العفنة، أو لن تجد الأذان الصاغية أو التي يمكن أن تتحرك بموجب هذه الدعوة للفتنة على الشكل المقيت الذي رآه. لا ليس فقط لم يكن الهدف من لقاء النهاردة، ليس فقط لن يجدوا الأذان الصاغية، سيجدوا مقاومة، لأن أهل صول رفضوا الفتنة. وأنا أستطيع أن أنا أقول لك بخبرة التعامل مع الناس، الحالة المعنوية الرائعة. أنا شفت الوكالة الألمانية بتسجل مع شاب مسيحي، وأنا كنت بعيد، يعني واقف بعيد، سمعته بأذني بيقول لها أنا حاسس أن أنا روحي طيرة وأنا في هذا اللقاء. أنا هزني هذا اللقاء. امبارح الشيخ محمد حسان جاب 5 من الشباب المسلم و5 من الشباب المسيحي وعملوا لقاء سويا، وكان كلام راقي راقي راقي. أنا أعتقد أن من يحاولون الفتنة، وأنا أعرفهم وأنت تعرفهم، في حالة خذلان الآن وفي حالة غضب، لأن ما نلقيه الآن يطفئ نار للفتنة لأنها غير مبررة. طيب يعني أراك تتحدث بإيجابية عن جهود الشيخ محمد حسان، وربما كانت هناك مساجلات بينكما أو هناك سوء تفاهم حدث بينكما في الفترة الماضية، هل زال هذا سوء التفاهم هذا؟ أنا أمهد لسؤال عن علاقتك بالقوى المختلفة في مصر. نعم. القوى الدينية والقوى السياسية المختلفة في مصر لعملك في المستقبل، ما دمت أنت قلت لي أنك ستستقر في مصر في الفترة المقبلة. خلاص هذا صحيح؟ يعني مستقر في مصر، بس نروح كده زيارات، يعني ترتب بقية أوراقك حتى ولنا أعمال يعني، لكن
انا واسرتي مقيم في مصر، بشتغل في مصر، لينا دور في مصر، لن نترك هذا الدور، مؤمنين بان في امكانيه النهضه. كنا بنقولها من 7 سنين وكنت بقولها واسناني بترجف وانا بقول كلمه نهضه في لقاء تلفزيوني، الناس بتضحك عليا، او بقولها في وسط الشباب او في اللقاءات. الان انا استطيع ان انا اقولها والناس تصدق في امكانيه النهضه، بس بجهود كبيرة تتم. سؤالك على الشيخ محمد حسان، معروف من زمان ان انا مؤمن بالتعايش وفاتح ايديا دايما وبقول انا مستعد للتعاون مع كل الجهاد. ما بعد 25 يناير يجعلني اقول للشيخ محمد حسان، مش بس الشيخ محمد حسان، للقوى الوطنية الاخرى، انا ايدي في ايدكم لبناء هذا البلد. ولذلك انا من باب الانصاف قلت لك الجهد اللي عمله الشيخ محمد حسان امبارح اول امبارح رائع مع الشباب، انا مادد ايدي وهفضل اقول، وكنت بقول على فكره من قبل كده، وبعت للشيخ محمد حسان تعالى نتزاور ونلتقي، انا مادد ايدي للشيخ محمد حسان، للطيارات اليساريه، مادد ايدي للقوى الوطنيه، مادد ايدي للقوى الاسلاميه، مادد ايدي لكل من يريد بصدق القوى الاسلاميه. هذا طيف يندرج تحته الاخوان المسلمون، يندرج تحته السلفيون، بهذا الانفتاح، بهذا الانفتاح لمصلحة البلد، لنضع الأيدي لنحمي مصر. تاني يا أستاذ محمود، احنا في مفرق طرق في منتهى الخطورة، مصر قد تذهب إلى النهضة وقد تذهب إلى الفوضى. وأنا من يومين ثلاثة وأنا أشاهد ما حدث في صول، وكلنا استمعنا إلى كلمات الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وهو بيتكلم على جهود منظمة، وأنا أعلم أن هناك جهود منظمة لإحداث فوضى. أستاذ محمود إذن لي في دقيقة أقول لك، بص 4 مشاهد جنب بعض، مشهد جيش عايز يحقق مطالب شعبه، مشهد حكومة اتحملت على الأعناق في ميدان التحرير، أول مرة رئيس حكومة يحمل على الأعناق في ميدان التحرير، بل ويتعهد بالنزول إلى الميدان مرة أخرى. نعم. من المكان الذي جاء منه مرة أخرى إذا لم يتمكن من تحقيق صحيح. المطالب. شوف المشاهد، مشهد جيش، مشهد حكومة، مشهد شباب وبنات في ميدان التحرير عندهم وعي ونضج رهيب إن مفيش فتنة بين مسلمين ومسيحيين، مشهد رموز مسلمة ومسيحية بتتقابل بمنتهى الصدق والحب. أنا هذه المشاهد تمثل غصة في حلق من؟ في حق أخبرني. حط المشاهد الأربعة جنب بعضها وفسر لي اللي حصل في صول. لا تفسير عندي غير أن هناك من يجد أن روحه على المقصلة فليس له بديل إلا تأجيج الفوضى. من هو؟ من هو هذا الطرف؟ رموز النظام السابق، رموز النظام السابق وأجهزة أمنية، أمن دولة، بقايا منهم وجدوا نفسهم في هذا الحالة من الانهيار. وانت بتضحك ليه؟ لا أنا لا أريد أن يعني أن أفسد هذه اللحظة، يعني هذه لحظة ربما لحظة تاريخية بالنسبة لمصر. نعم. مش ربما، وأكيد هي لحظة تاريخية، لكن البعض يتساءل، سامحني في هذا السؤال إن بدا لك غريبا بعض الشيء، هل كنت تقول هذه الأشياء قبل 25 من يناير؟ طبعا لم يكن مسموحا أو لم يكن متاحا لك؟ لا، مش لم يكن مسموحا ولا ليا فقط، يعني احنا لازم حضرتك نجزم ان هناك لقطة تاريخية قد حدثت، وان ما اقوله الان بقوله علشان يحرك شيء في الرسالة او يحرك شيء لمصلحة البلد. اما ما حدث لي انا شخصيا فلن اتكلم فيه لانه هيكون نوع من التشفي وعندي ما احكيه، فاجلس معك ساعات وساعات وتجعل المشاهدين في حالة إثارة، شفت أيام لا يتخيلها أحد، لكن لن أحكي ذلك الآن لأن حكايتي ذلك الآن يتحول إلى نوع من إظهار الغل والتشفي. لن أتكلم عن قضايا شخصية، لكن لو بتكلمني على مصر النهاردة أقولك حصل كذا كذا كذا. يعني حتى صور، أنت تعتقد أنه ليس كل من كان إذاؤه ظاهرا للعيان كالذين كانت كلمتهم مسموعة ومتفوهين ويقولون كلاما قويا في النظام السابق، إبان عنفوان هذا النظام السابق وأوذوا بسبب هذا الكلام، لم يكن وحدهم في الساحة، وإنما هناك كان معارضون يقولون هذا أو يفعلونه بالصور التي كنت تشرحها من قبل. أستاذ محمود، خلينا نقول كانت هناك أدوار لم تكن أدوار متفق عليها، لكن كانت هناك مساحات يتحرك فيها من يريد الخير لهذا البلد كل بطريقته. فأنا كانت الطريقة اللي أنا مختارها للتحرك فيها، أنا لست في صدام إعلان صدام، لكن أنا أحرك الشباب لمستقبل، وكان ده دوري، وكنت بتكلم على ده، وكنت بقول يستطيع الشباب أن يحدث أشياء فوق قدرتنا على التخيل.
وعملنا مشروعات في هذا الامور وظهرت زي حمله حمايه وزي الملابس وزي مشروع انسان وتحركت وبانت في الشارع. انا اعتقد ان احنا شاركنا كصناع حياه وانا شخصيا والفريق الذي عمل معنا ومثلي كتير من جمعيات اخرى شاركنا في هذه النهضه قبلها بسنوات في تمهيدات لاجيال من الشباب، واللي حاربونا واللي حاربوني كانوا مدركين ان ده قد يؤدي الى ما حدث. هل تصورت لحظة ما او في مرحلة ما ان هذه الحرب ستنجح وانه لا مفر من مهادنة النظام الذي كان قائما في مصر حتى تستطيع ان تمارس عملك ودعوتك ونشاطك بحرية؟ لا، اولا احنا لم نهادن ولم نقل كلمة فيها، بالعكس احنا اضطهدنا وطردنا وخرجنا من بلدنا لكن انا عايز اقول لحضرتك ان كان هناك امل، لكن لم يكن احد يتخيل لقطة 25 يناير، ولا ادعي ابدا ان انا كنت متخيلها، ولا يعني ادعي أنا ان انا كنت متخيل ان الشباب يحققوا ده، لكن كان عندي امل ان سيحدث تغيير في مصر على يد الشباب، سيشارك فيه الشباب، كان عندي امل. يعني والا قبل 25 من يناير بنحو شهرين تقريبا انت عدت الى مصر وشاركت في فعاليات معينه في الانتخابات الماضيه فسرت بانها لصالح اللواء عبد السلام المحجوب الذي كان مرشحا على قائمة الحزب الوطني آنذاك في الإسكندرية. هل كان هذا من قبيل مهادنة النظام السابق بشكل لا 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 ما حتى تستطيع أن تمارس دعوتك وعملك بحرية؟ غير صحيح، بدليل أن قبلها وبعدها أنا فضلت محارب، وبدليل أن بعدها مشروع إنسان ممنوع، وبدليل أن أنا بعدها برا مصر. إنما أنا كنت حريص في لقطة من اللقطات أن أنا لا أحسب على الطيارات الإسلامية الأخرى، مع احترامي وتقديري للجميع، مع احترامي وتقديري للإخوان المسلمين، مع احترامي وتقديري لكل الطيارات، لكن أنا لا أريد أن أحسب على الطيارات الأخرى. نتعاون، نمد إيدينا ونتعاون، لكن أحسب على باقي الطيارات؟ لماذا أحسب على باقي الطيارات وهم لهم يعني اختيارات سياسية؟ أنت بالنسبة غير لك اختيارات أن سياسية. تكون محسوبا على الحزب الوطني أسهل من أن تكون محسوبا على تيار الإخوان المسلمين؟ غير صحيح أنك تقول أنك كنت محسوبا على الحزب الوطني، لأن أنا لم أذهب في انتخابات، لم أذهب في لقاء مع مرشح، لم تكن هناك دعاية انتخابية، أنا محروم من التواصل مع الناس منذ سنوات. أنت تقول إنك واجهت صعوبات بعد هذه اللقطة، وقبلها واجهت صعوبات، يعني الأمر لم يتغير، لكن كان هناك كثيرون يفعلون أشياء يعتبرون أو يأملون في أنها ستأتي عليهم بالخير من الحزب الوطني، ومع ذلك لم تأتي عليهم بالخير من الحزب الوطني. هناك أحزاب هادنت الحزب الوطني، أحزاب معارضة، أستاذ محمود، ولم ينتخب منها أحد ولم يزور لصالحها أحد، بل زور ضد مرشحيها. أستاذ محمود، هذا الكلام غير صحيح اللي حضرتك بتقوله، لأن بالمناسبة هذا الكلام ليس من عندي، أنا أقول لك ما يتردد. ليه هذا الكلام غير صحيح؟ لأن عمرو خالد معروف أنه هو وطني، تحرك للشباب سنوات طويلة، ضحى وترك بلده، كان موجود في الثورة من أول يوم، صحيح مش هو اللي صنع الثورة أبدا، الشباب اللي صنعوها، لكن هو موجود في الثورة. أنت لو استمعت إلى كلماتي جيدا، أنا قلت إنه يقال إنك أو نقلت ما على المنتقدين أنهم يقولون هذا لأجل أن تمارس دعواتك بحرية، أنا لم أقل أنك تريد منافع من الحزب الوطني. سيدي الفاضل، أنا كنت أعلم أن قبل وبعد لن أمارس دعوتي بحرية في مصر، لأن الملف اللي محطوط عن عمرو خالد في أجهزة أمن الدولة ناشط في تفعيل الشباب، قد يحول الشباب إلى معارضين شديدين للدولة، لن يمكن قبل وبعد بهذا الوضوح، وأنا عارف كده، وأنا عارف إن مهما قلت ظل النظام السابق في مصر الجديدة بعد 25 يناير تغير هذا الحال. هل يمكن أن تطلعني على أنشطتك في هذه الفترة؟ إحنا عندنا كذا جزئية. أول حاجة عندنا تفعيل المجتمع المدني، عندك كم كبير من الشباب كان محروم ان هو يخدم بلده، واديك شفت اول ما خلصت الثوره اول حاجه عملوها ان هو نزلوا تنظيف الشوارع ودهن، يريد ان يشارك. طيب ماذا لو في ظل هذا الانفتاح الموجود في مصر الان صارت هناك مشروعات قوميه؟ ماذا لو فتحنا الباب لمشروع قومي يتبناه الشباب مع مؤسسات حكوميه ودوليه؟ طيب انت حدثتني عن مشروع لمحو الاميه، نعم، لم يكتب له الظهور او ان يرى النور في النظام في ظل النظام السابق. سنه 2007 كنا مجهزين مشروع لمحو الاميه، ينزل الشباب الى القرى ويبدا الشباب في هذه القرى يعمل مشروع لمحو الاميه، وحطينا التصور وكان في شيء جديد، لان محو الاميه مشروع لم يكتب له النجاح في مصر منذ الثوره الى الان، والاميه بتزيد وصلت ل 17 مليون. تقدمنا بهذا المشروع
فجاء الرد هذا المشروع ممكن ينجح، ممكن ينجح، ولذلك ردنا طبعا لا ما يتعملش المشروع. ليه؟ ما الجهة تحديدا التي قالت هذا الكلام الممعن في الوطنية من صحة السفرية؟ كل الجهات. وعارف التفسير كان ايه؟ لا وتقال يعني جهة وطنية؟ لا جهة حكومية. جهة حكومية المفترض انها وطنية طبعاً. بالطبع هذا المشروع قد يكتب له النجاح بالطريقة اللي انتم مصممينها بيه، وطبعا لا. عارف ليه؟ هذا الرد جاء رد رسمي عليك؟ لا مش رد، مكتوب بلغنا بيه ابعدوا عن المشروع ده، لن يكتب، لا مش هيتنفذ. ليه يا جماعة؟ ايه المانع؟ قال لك هذا المشروع قد ينجح، لو نجح واحنا بقالنا 20 سنة فاشلين يبقى حاجة من الاثنين، يا احنا حرامية يا احنا فشلة، يا تمسكوا الحكم مكاننا، يا احنا فشلة وانتوا اللي نجحتوا. مفيش مشروع زي ده. عايزين تعملوا اعملوا مشروع محو أمية الكمبيوتر. وعلى فكرة رحت عملت فعلا مشروع محو أمية الكمبيوتر لان ما عنديش حاجة تانية، واتحط المشروع في الدرج. خرج الان من الدرج. احنا فوجئنا بمؤسسات بتتصل بينا، مش انتوا كنتوا عايزين تعملوا المشروع الفلاني واحنا كنا هنعمله معاكم ووقفنا، تيجوا نعمله الان. الان هذا المشروع فودافون فاونديشن، مؤسسه فودافون الخيريه، قالت احنا نمول المشروع، تكلفته في اول سنتين هتصل ل 250 مليون. 250 مليون جنيه مصري. جنيه مصري. اول سنه 60 مليون علشان 200 الف يتعلموا يتمحي اميتهم. هذا المشروع كان محتاج 30 الف متطوع، فنزلنا على عمرو خالد دوت نت الاسبوع اللي فات ابلكيشن كده، وقلنا اللي عايز يتطوع فتقدم لنا 30,000. 30,000 متطوع فقط؟ هناك يعني هيكل واستراتيجيه حقيقيه لمثل هذا الامر؟ لا يعني هو ليس الشركاء. على شكله حسارين ومحمدين والدعايه التي كانت؟ لا طبعا، لا طبعا اكيد لا. هو الشركاء، وهقول لك ازاي. هو الشركاء فودافون فاونديشن صاحبه المبادره، صناع الحياه، اليونسكو هيحط المناهج، وزارة التربية والتعليم، وانا التقيت بالدكتور احمد جمال الدين وقال لنا تصورات الحقيقه غايه في الرقي والاحترام. انما الجديد في رحب بالمبادره جدا جدا جدا, جداً. والان احنا تلقيتم ردا مختلفا عن رد النظام السابق عليكم. اكيد ما قاليش يعني لكن الجديد في المشروع حاجه تانية، ان احنا بنقول طيب المشروع محو الاميه، طب هي الاميه مين قالك ان الامي عايز يتعلم؟ لكن لو ربطته ان انا هعلمك حرفه، او لو نجحت في امتحان القرايه والكتابه انا هوفر لك مشروع صغير، لا ده موضوع مختلف. فاحنا كملنا ربطه الحلقه. الحاجه الثانيه ان كان دايما محو الاميه اللي بيمحو الاميه للاميين فنيين، مش متخصصين، المراضي المتطوعين خريجي جامعات لها علاقه بالتعليم او تربويون او، وبالتالي المنظر مختلف. احنا هنلتقي في دار الاوبرا بعد غد الاحد للاعلان الصحفي والمؤتمر الصحفي لاعلان المؤتمر، وهنبدا تدريب ال 30,000 لان محتاجين تدريب كتير ومناهج فيها تعديل، لان مش هتفضل المناهج زي ما انت قلت حسنين ومحمدين. لا هو ده المجموعه دي هتعمل مشروعات ايه؟ مشروعات مثلا زراعيه، يبقى الخ خروف والميم ماكينه زراعه، فهمني حضرتك يعني حتى باختصار. باختصار من يقرر ان يمحو امياته في ظل هذا المشروع ستتوفر له حرفه، ان لم يكن عاملا، ان كان عاطلا عن العمل ستتوفر له مهنه يمارسها او مشروع صغير يتلقى تمويله من مؤسسه فودافون فاونديشن. فربطت محو الاميه بالمشروعات الصغيره وعملت حافز للامي، مش بس هتتعلم عشان تتعلم، لا عشان هتشتغل شغل احسن وتجيب فلوس اكتر. معنا اسمح لنا بتلقي هذا الاتصال الهاتفي. معنا اتصال هاتفي. مرحبا سيدي. الو. مرحبا، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. الاعلامي القدير محمود مراد. لك الشكر يا مع سيدي. حضرتك محاسب سعيد حسين شلبي من المعادي. مرحبا بك سيدي. اولا تحيه وتقدير لقناه الجزيره منبر الثوار والاحرار، وتحيه خاصه لضيفكم الكريم الدكتور عمرو خالد. اهلا وسهلا يا فندم. ونحن على اعتاب عهد جديد ومجيد ثمرة ثورة 25 يناير المباركة والبيضاء، واللي كانت حلما وأصبحت حقيقة لا خيالة. اسمح لي بالمداخلة بالنسبة لحادث كنيسة أطفيح. بنقول كلنا مصريين، لا يفرقنا دين ولا جنس ولا لون، وكلنا مسلمين ومسيحيين نسيج واحد في كيان هذا الوطن العظيم مصر الجديدة والحديثة، وكلنا في الأصل أهل دين سماوي، وبيننا رحم وقربة
بتتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا. نتمنى أن تذوب الصراعات الفردية أمام إنجاز هذا الحدث الجلل الثورة العظيمة حتى تؤتي ثمارها، ولا ننسى كيف كانت الوحدة الوطنية على أشدها وقت الأزمات وفي أحداث الثورة المباركة. لاحظنا بأن العلاقة بين قطبي الأمة متينة وقوية وسوية، وعلينا في تلك الفترة الحاسمة والفاصلة تحكيم العقل والضمير في كل أمور حياتنا. شكرا. النقطة الثانية، أنا عايز أتكلم عن أمن الدولة. بقول إن أمن الدولة وأمن الوطن وأمن الحاكم وأمن المحكوم يكون بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. معايا سيادتك؟ تفضل. النقطة الثالثة بقى، كانت هناك قبل الثورة البيضاء صور تضييع الأمانة، ومنها أن يسند الأمر إلى غير أهله، والأمة الخائنة هي التي تقدم من ليس أهلا لأن يتقدم، وهي التي تؤخر الأكفاء، هي التي تؤخر من يصلح للزمان والمكان. وسر عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يخرج للدنيا جيلا لم ولن تعرف البشرية له مثيلا، لأنه بأبي وأمي وروحي وضع كل صحابي في المكان الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته. شكرا جزيلا. كم نحن الآن شكرا جزيلا لهذه المداخلة، يعني ربما لا نستطيع الاستماع إلى المزيد من هذه المداخلة. دكتور عمرو، نبدأ من حيث انتهى المتصل الكريم. نعم. مسألة تغييب الأكفاء في النظام السابق وتقديم من ليس أهلا لتولي المناصب، هل تجد في نفسك كفاءة وأهلية لتولي منصب ما في مصر الجديدة ما دمت ستستقر في مصر؟ يعني مسألة أجد في نفسي يعني يصعب يعني أن تطلب مني. استمعنا إلى مداخلة من السيد هشام البسطويسي، القاضي هشام البسطويسي، قبل قليل يعلن أنه يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات المقبلة. هل تجد في نفسك رغبة على الأقل؟ هل تفتح الجمهور أو تفتحنا في هذا الأمر؟ يعني يصعب يعني بدري قوي كلام في قضية زي كده. بالنسبة لي أنا عندي تركيز أساسي زي ما قلت لك دلوقتي على تفعيل المجتمع المدني. لو بتسألني على رغبتي الشخصية، لا أرغب. رغبتي الشخصية يعني أنا حاليا، لو بلغة بسيطة، أنا حاليا بأدي دور كبير الحمد لله في وسط الناس ومستمتع بحب الناس. ما فيش علي قيود في حركتي، أتحرك كالملك وأفضل بلا قيود وبلا ولا وبلا. فلو بتسألني على رغبتي الشخصية وعلى سعي الشخصي، لا أرغب. إذا جت لقطة احتاجت فيها بلدي لواحد يقوم بدور أي كان حجم الدور في كبره وبمثل هذا الدور اللي انت قلته، أكيد لن أتوقف. لكن في هذه اللحظة اللي احنا جالسين انا وانت فيها، انا اعتقد ان انا مش مطلوب مني هذا الدور الان. اعتقد ان انا دوري بأديه بشكل صحيح. رغبتي الشخصية انا سعيد بوضعي وبما اقوم به الان. لو حسيت في لحظة ان هناك احتياج في مصر ان اقوم بدور اكبر واكبر واكبر، لن اتوقف لحظة. يعني المناصب تختلف، هناك مناصب يطلب اليك او يوكل اليك مهام تنفيذها او اعتلائها، وهناك مناصب اخرى انت تسعى اليها وتطلبها كمنصب الرئاسة على سبيل المثال. انت تكلف بتشكيل او بامتلاك او بحمل حقيبة وزارية ما، هذا مفهوم، لكن ما يمكن ان تسعى اليه وتعلن انك تسعى اليه هو انتخابات الرئاسة في هذه المرحلة. هل تفكر في هذا؟ يعني انت من الشخصيات العامة التي يمكن ان يطرح اسمها في هذا الصدد، هل ستعلن ترشيح نفسك لانتخابات رئاسة الجمهورية 2011 في مصر؟ صعب جدا ان انا اقول لك لان الغالب لا، الغالب واختياري لا. لكن لا تنسى لكن الباب مفتوح. لا، لكن الباب مفتوح، لانك لا تنسى ان يوسف عليه السلام هو اللي قال اجعلني على خزائن الارض لما حس ان هناك ضرورة واحتياج ضروري ان هو يكون موجود في هذه اللحظة. هل هذا تلميح مثلا، لان الحديث
ان لن نوليها من يطلبها مثلا. ما انا بقول لك لا انا الامر مختلف في طبعا لا 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 الدول الحديثه. لا لا, 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 لا مش مختلف. بتكلم على كده. لا, 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 لا انا بتكلم ان انا لو وجدت بدون ان لن نوليها مش ده المعنى, انما لو وجدت ان هناك احتياج حقيقي وان هناك دور حقيقي لا يقوم به غيري لن اتوقف لحظه. وده مش بس في انتخابات الرئاسة, في أي مكان تاني. لكن هل هناك احتياج حقيقي ودور لا يقوم به غير الآن في موضوع انتخابات الرئاسة؟ لا, هناك. طب حتى هناك الآن آخرين. أنا يتوفر لدي تقريبا 5 أسماء لمرشحين لانتخابات الرئاسة, السيد عمرو موسى والقاضي هشام البسطويصي والدكتور محمد البلدي, أعلن قبل نعم. أيام أول نعم. أمس الأول أنه سيرشح نفسه, وكذلك السيد أيمن نور مؤسس حزب الغد, وكذلك الأستاذ حمدين صباحي هو مؤسس حزب الكرامة لكنه يقول أنه سيرشح نفسه مستقلا كممثل عن الشعب المصري. من الأسماء الخمسة تدعم لو لم ترشح نفسك؟ لا طبعا أكيد أنا لن أجاوبك على هذا السؤال الآن, لأن لم يفتح باب الترشيح حتى الآن. لا هم أعلنوا هذا أمر مؤكد. أنا يعني لا أقول أن هذه الشخصيات يحتمل, لأن هم أعلنوا بالفعل أنه يرشح من أنفسهم. لأن الأمر في وجهة نظري بدري جدا أنك تطلب من واحد زيي ان هو يقول النهارده من يدعم او اختياره الشخصي. لعدم معرفتك بهذه الشخصيات الخمسه؟ لا عندي معرفه, لكن الظرف المصري بيتغير الان كل يوم. يعني الظرف في مصر والارض التي نتحرك عليها في مصر كانت جامده 30 سنه. في 10 ايام الارض بتتحرك كل يوم الى مشهد جديد. اكون غير مسؤول, تنتظر تحالفات معينه مثلا, اكون غير مسؤول مع احد من هؤلاء, اكون واجد التحالفات, لكن اكون غير مسؤول او اكون بدي تصريح غير مسؤول لو قلت لك كلام الان واحنا مش عارفين المشهد بكره في مصر. وبالتالي لا يمكن اديك تصور او تصريح, حتى لو انا عندي تصور خاص بيا ورؤيه خاصه بيا لا يمكن اعطيها لك الان, لان الموضوع مش في الخمسه بس, الموضوع في الارض اللي موجوده في مصر. يوم الترشيح انا ما اعرفش مين الخمسه هيكونوا. كم عدد موجود. اعضاء صناع الحياه, مؤسسه صناع الحياه في مصر؟ ايه علاقه ده بالسؤال؟ لا, عدد اعضاء صناع الحياه يصل الى ما يقرب من 25 الى 30 الف في كل محافظه. هل مصر. اذا اخترت احد الاسماء الخمسه التي انا ذكرتها سابقا, هل تضمن ان ال 25 الف او ال 30 الف هم يسيرون وراءك في هذا الاختيار, ام ان الامر لا يسير بهذه الصوره؟ دي نقطه هامه. يعني انت ومريدوك هل انتم على قلب رجل واحد؟ اذا اخترت انت شخصا ما هل هم ملزمون باختياره ام الامر متروك لهم؟ استاذ محمود دي نقطه. على الاقل انت تملك سلطان اخلاقي او نفوذ اخلاقي عليهم, ويمكن اذا نشدتهم ان ينتخبوا هذا او ذاك. هم صحيح غير ملزمين لكنهم ربما يستمعون اليك. نقطه فيها تفصيل, بمعنى ان صناع الحياه مش كل جمهور عمري خالد, ده اولا. يعني الفيسبوك عليها 2 مليون من الشباب, وهي اكبر 2 مليون و400 الف, احنا اكبر صفحه في العالم العربي, نصهم او اكتر من 3 ارباعهم مصريين, فهذا جزء من الجمهور المتفاعل على شبكه الانترنت مع صناع الحياه, مش من صناع الحياه, دول عموم الجمهور متفاعلين على صفحه عمرو خالد بيج على الفيسبوك. عمرو خالد ليست صفحه, فهذا جزء من الجمهور. لكن صناع الحياه, صناع الحياه جمعيه تنمويه, اخلاقيا لا يستطيع عمرو خالد وهو تعاقده معاهم تعالوا نعمل مشروعات تنمويه أن يوجههم لعمل سياسي غير ما تعاقدنا عليه, وبالتالي لهم اختيارهم الشخصي. أنا جاي لك الآن من الجمعية العمومية الأولى, حاجة راقية. صناع الحياة جم من كل مصر, من العريش, من سوهاج, 1000 شاب وفتاة, واستأذنتهم أن أنا هتكلم عن جمعيتهم العمومية عشان يعملوا انتخابات لاختيار مجلس إدارة 11 فرد من صناع الحياة, هم اللي هيديروا المؤسسة للسنة القادمة. وتمت الانتخابات اليوم. تم هذا؟ تم من 10 الصبح, انا كنت في اطفيح وحصلتهم ومشيت. يعني من عندهم قدمت من اطفيح على الاجتماع على الجمعيه العموميه وقلت كلمتي وتمت الانتخابات, وحاجه راقيه جدا. انتخابات اول انتخابات جوه مؤسسه تنمويه مش حكوميه, وتم اختيار 11 واحد, وال11 واحد تسلموا مهمتهم, قعدوا مع بعض اختاروا رئيس صناع الحياه في مصر. دي جمعيه تنمويه اللي هو من يعني اسمه الاستاذ احمد موسى, مسؤول صناع الحياه في اسكندريه. وانت ما منصبك في هذه انا في هذه المؤسس انت المؤسس احنا عاملين مجلس مؤسسين غير مجلس مؤسسين لحمايه الفكره. هذا مختلف عن الكيان التنفيذي. نعم. لكن لا نستطيع ان انا اجي لصناع الحياه واقول لهم مثلا عمرو خالد سينشئ حزب سياسي, يا صناع الحياه ادخلوا الحزب السياسي. هذا غير اخلاقي. ليه؟ لان تعاقدي معهم تعاقد على انشاء عمل تنموي. هم كافراد عايزين يدخلوا الحزب السياسي, عايزين ينتخبوا الدكتور فلان او الاستاذ فلان او
دي حريه شخصيه ليهم لان تعاقدنا، ودي نقطه اخلاقيه. هل انت تضرب مثلا عندما تقول حزب سياسي ام انك عازم على انشاء حزب سياسي بالفعل؟ هناك افكار لم تحسم بعد، هناك افكار تنضج وتعرض ونفكر فيها. ويا ترى مين قال ان عمرو خالد يكون هو مؤسس حزب سياسي؟ ممكن يكون عمرو خالد اخر واحد في حزب سياسي، مش هو الراس. ومين قال ان ده اختيار نهائي؟ لكن احنا في مرحله انفتاح كبيره، نكون مخطئين اذا لم نفكر وننفتح ونعرض الافكار المختلفه. نحن في هذه المرحله الان. اما صناع الحياه فتستمر جمعية من أكبر الجمعيات التنموية اللي موجودة في مصر، لا تمارس عمل ديني ولا عمل خيري، إنما تمارس عمل تنموي. جمعية متفردة في هذا الأمر، حية تمت فيها انتخابات اليوم وأفرزت هؤلاء يمارسوا نشاطهم، وإحنا نجيب مشروعات ونعرضها عليهم زي مشروع محو الأمية. في الآخر مين اللي هيعمل محو الأمية؟ مش أنا، صناع الحياة اللي هيعملوا محو الأمية. ولنا رصيد أيضا اللي هم 2 مليون اللي موجودين على الفيسبوك، نعرض عليهم الأفكار. هل عرضت عليهم فكرة الحزب أو فكرة ترشيحك لرئاسة الدولة أو مشاركتك في أي حكومة مقبلة؟ لم تعرض الفكرة إلا من خلال مناقشات على عمرو خالد.net. فتحت مناقشات ضخمة جدا جدا جدا. إيه رأيكم؟ أنت الذي طرحتها أم هم طرحوها؟ إدارة المنتدى. إحنا بنشتغل بشكل مؤسسي، يعني أنا عمرو خالد لا أخذ قرار لوحدي ولا أستطيع ولا أتفرد بقرار. إحنا مؤسسات، مؤسسة صناع الحياة ولها احترامها، حتى الإنترنت مؤسسة ولها احترامها. فعرضوا الموضوع على الانترنت والشباب في المنتدى ام في موقع عمرو خالد؟ ما هو المنتدى عليه 900,000 عضو، ده حاجة تالتة غير الفيسبوك. يعني منتدى عمرو خالد دوت نت عدد اعضائه اللي معانا ايميلاتهم ونتناقش معاهم منذ سنوات 900,000. هؤلاء ال 900,000 نزلنا لهم الفكرة، ايه رأيكم لو عملنا كذا؟ ماذا كان الرد؟ اديك بالارقام، لسه واخد الارقام امبارح. 48% موافقة، 20% موافقه بتحفظات حجم عمرو خالد ولازم يصغر وما يكبرش، وفي الباقي رفض للفكره تماما. والحوار شغال، فكره الحزب والحوار شغال، وده شكل راقي قوي. يعني انا استطيع حضرتك ان انا اقول انا ليا محبه في قلوب الناس وقلوب الشباب، ودول اعضاء منتدايا، يا شباب هنعمل كذا. انا لا استطيع ان انا اعمل كده اخلاقيا واحتراما ليهم. ففي صناع الحياه لا، انتوا جمعية تنموية انا بحترم ذلك. لو انشأنا حزب، لو حبيتوا تدخلوا كافراد حتى لو دخلوا في احزاب اخرى، هم صناع الحياة فوق راسي ونعمل سويا، ده صناع الحياة. عمرو خالد دوت نت في 900,000 يجب ان يحترموا، ايه رأيكم؟ وعملنا بعض اللقاءات لبعضهم في بيتي وجوم والتقينا، ايه رأيكم؟ الفيسبوك نفس الشيء. لذلك انا بقول لك بمنتهى الشفافية، انت قررت ايه؟ لم اقرر بعد. طب ما ايه الخطوه اللي انت فيها؟ طيب انفتاح وعرض اراء واستماع. 48% موافقون بلا تحفظ و20% موافقون بتحفظ، هذا يعني اغلبيه توافق على انشاء الحزب، لماذا لا تحترم هذه الاغلبيه وتنشئ حزب؟ يعني اللي بتحفظ يجب ان نسمع تحفظاتهم، يعني حتى لو كانوا رافضين تماما. يعني انت حضرتك يعني 48% هذه نسبه كبيره. انت حضرتك ممكن تسالني السؤال بشكل اخر، هل تدرسون الآن تحفظات المتحفظين وأراء من قالوا لا؟ أقول لك مثلا، أقول لك نعم، لأن مراعاة الظرف بانفتاح مع أخذ الخطوات بتعقل ده واجب الوقت. احنا بنفكر بهذه الطريقة وبهذا الحجم من الهدوء والتعقل. إذا قلت لك أنني أشعر أنك خجل من أن تقول أنك تسعى لرئاسة حزب سياسي أو تسعى لتكوين حزب سياسي، كما لو كانت كان هذا الامر تهمه، هل انا محق في هذا الشعور؟ لا استاذ محمود ما تقولنيش اللي انا ما قلتوش. انا اقول عن شعوري انا، ان كنت يعني استشف من كلامك انك يعني متحفظ في الحديث عن الحزب السياسي، كما لو كانت هذا الامر مشكله او السعي للسلطه مشكله، هذا يعتبره كثيرون في مصر انه مشكله. ده كان قبل 25 حتى الحزب النظام السابق كان ينعي على الاحزاب وينعي على جماعه الاخوان المسلمين طبعًا، ان كل همها الوصول الى السلطه، كما لو كانت السلطه هذه يعني حاجه عيب ما حدش ياخدها الا الحزب الوطني. استاذ محمود، اولا ما قبل 25 يناير كان العمل السياسي مجرم ومحرم وينظر له بنظره العيب. مصر اتغيرت من تغير نظره مصر، النظره للعمل السياسي وللاحزاب، وكل الشباب الان بيفكروا ان هم عايزين يعملوا في العمل السياسي وهذا حق لهم. نقطه تانية، بعض يقول العمل السياسي يلوث الناس. طب ولو كان العمل السياسي يلوث الناس وكل من يريد ان يقدم خدمه للبلد يقول سلوث الناس لن يدخل، فانا لا عندي خجل
ولا اشعر بعيب ولا اشعر ان هذا خطأ، لكن انا من حقي اخد قراري بحكمة وفي الوقت المناسب. ومن حقك ايضا ان تشعر بخجل او غير خجل، انت حر في هذا يعني. لا لا يعني اصل انت قلت لي الخجل. لا لا انا لم اقولك، انا قلت انني اشعر. هل انا محق في هذا الشعور؟ لا غير محق. قلت انك غير محق ولا بأس اصلا فيها. غير محق، لكن التحفظ لحاجتين: دقة الدراسة والتوقيت الصحيح. حط تحت كلمة التوقيت 10 خطوط. مصر الان زي ما بقولك الارض تتحرك كل يوم، والحكمة تستدعي. التوقيت هو أهم لقطة فيها كلمة الحكمة الصحيحة. فهذا لذلك أنت لو سألتني طب أنت مركز على إيه الآن؟ تفعيل المجتمع المدني، الدراسة بتاعة فكرة إنشاء حزب، حماية البلد من الفوضى. دول مشروعات عمرو خالد الثلاثة. تفعيل المجتمع المدني لصناع الحياة. 25 يناير كانون الثاني يبدو أنه كان يعني من التواريخ، أو أنه من التواريخ التي لن ينساها المصريون ما أحياهم الله على هذه الأرض. ماذا مثلت ثورة تونس بالنسبة للثورة المصرية في رأيك، وماذا تمثل ثورة ليبيا بالنسبة لمصر؟ جميل، أنا بشكرك قوي. هم جزئيتين. أولا ثورة تونس الشعلة الأولى، الشرارة الأولى. أنا حاسس أن احنا، وأنا بتكلم عن نفسي، أخطأت في حق إخواننا في تونس. أنا مبسوط أن أنا في الجزيرة المباشر بقول هذا الكلام. ليه أخطأت في حق إخواننا في تونس؟ لم نقدر الموضوع أنا ذاك يعني. نعم نعم. وقد يعذرونا إخواننا في تونس، ما كناش متخيلين للانشغال بالهم العام المصري. لا ما كناش متخيلين، ما كناش متخيلين. وبعدين جت 25 يناير فانغمسنا بشدة، فزعل إخواننا في تونس أكتر. يعني لما جت مصر وانت نعرف عنك انك رجل عربي تهتم بكل العالم العربي، اهتميت، قالوا لي كده وبعتوا لي على الفيسبوك، قالوا لي كده، وانا بعتذر لهم هنا في الجزيرة مباشر. لم نكن ندرك الأثر، ولما جت مصر انشغلنا، وانا مخطئ في حق اخواننا في تونس. وبخاطبهم النهارده، انا برجوكم وبدعوكم على عمرو خالد بيج على الفيسبوك، وعلى تويتر عمرو خالد تويتر، وعلى عمرو خالد دوت نت، تعالوا انا عايز اخدم تونس في قضيه محو الاميه زي ما انا شغال في مصر، او في اي مشروع يراه التونسيين للمصالحه، لان اللي زعلانين مني لهم حق. اذا قطار الثوره لم يغادر تونس، بل وحتى ان غادرها فهو ما زال في ليبيا. ماذا ستصنع ليبيا الآن؟ ليبيا الآن أول حاجة، احنا بعتنا فرق من صناع الحياة، ولعل البعض ما يعرفش هذه المعلومة، في شباب من صناع الحياة، أحد المنتخبين الآن العشرة اللي قلت لك انتخبوا، لسه راجع من ليبيا من بنغازي. كان بيعمل إيه؟ قاعد أسبوع. ليه؟ لأنه طبيب في ضمن فريق الأطباء اللي كان موجودين في ليبيا، وده أول دور. هذا تابع للاتحاد الأطباء العرب، لجنة الإغاثة والطوارئ. نعم، نعم، لصناع لا لا الحياة. صناع الحياة لم تخرج وحدها، يعني لكن بدر بمبادرة شخصية أو ممثل عن صناع الحياة. لا مش مبادرة شخصية، صناع الحياة ممثل عن صناع. دي واحدة. النقطة الثانية، احنا في ثورة ليبيا مستخدمين الانترنت بمنتهى القوة يوميا لتثبيت الشباب في ليبيا. ربنا ينتقم من ظالمهم، ربنا ينصر إخواننا في ليبيا، يحقن دمائهم. أنا بقول لهم أنا معاكم بمنتهى القوة، ومسخرين عمرو خالد بيج على الفيسبوك، ومسخرين عمرو خالد دوت نت لدفع التفاعل. واستطيع ان انا اقول لك ان انا على تواصل كنت يومي في الايام الاولى في بنغازي مع شباب من جوه ليبيا، من عائلات كبيره جوه بنغازي. هل تقوم بدور التحريض على الثوره؟ بدور ده طبعا، دول اخواننا، وبينتصروا لبلدهم، وبينتقموا من ظالم اراد ان هو يقضي على 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 شعبه. انت يعني ايه تحريض على ثوره؟ ده حق الشعب في الانتصار. اصل كلمه تحريض على ثوره، يعني كلمه ثوره بقت صغيره. الشرعيه الله عز وجل طلب من رسوله ان يحرض المؤمنين على القتال، لفظ التحريض ليس فيه عيب. الشرعيه لمين يعني التحريض على الامور الجيده؟ هذا انا زعلي على كلمه ثوره. ده هم اصحاب الحق الان، ده هو يعني اللي محاصر الان. لا تبتئس، وهم قلت التحريض، كلمه التحريض ليست مسبه. لا، كلمة دفع هؤلاء، لأن الشرعية بقت لهم. هل تقول إنك حرضت على الثورة المصرية في أيامها الأولى على الأقل، حتى بعد أن بدأت المظاهرات، أم إنك لم تكن؟ حتى لا يقال إن أنا بركب الموجة، لكن أنا أظن إن أنا مشارك في الثورة المصرية قبليها بعدة سنوات. أنا لم أسأل عن هذا، لكن لو في الأيام الأولى منذ 25 من يناير هل قمت بالتحريض على هذه الثورة كما تحرض على الثورة في ليبيا الآن؟ نعم نعم. في اي صوره او في اي شكل؟ الاول في الانترنت، وبعدين من يوم 28 انا في داخل الميدان، لان انا 25 و26 انا كنت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فكان المفروض ان انا قاعد ل 29. ف
فيوم 27 قطعت المنتدى الاقتصادي ونزلت لمصر يوم 28 كنت في الميدان. في 28 من يناير يوم المظاهرات الأكبر في مصر. نعم كنت في الميدان واستمرينا بقى في الميدان. كيف كان شكل التحريض على الإنترنت؟ شكل التحريض على الإنترنت من أول كلمة وكنت أظن قلتها عندكم هنا، الشعب له مطلب، إرادة الشعب يجب أن تتحقق، إذا قال يتنحى يجب أن نستمع لإرادة الشعب، لأن لو لم نستمع، أنا فاكر أن أنا قلت هذه الكلمات في العربية والبي بي سي وأظن والجزيرة مباشرة، إذا لم نستجيب لمطالب الشعب المصري الآن سنكون النتيجة كارثة، فيجب أن قال يرحل حتى لو حد مش موافق يرحل. هذا كان الكلام من خلال الانترنت. الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي ومؤسس مؤسسة صناع الحياة التنموية، شكرا جزيلا. أشكرك. على هذه المشاركة، ولكم من التحية مشاهدينا الأعزاء، انتظرونا بعد قليل.